مرحبا بكل متابعين قناة كوك تي في على اليوتيوب. اهلا وسهلا فيكم، فيديو جديد وخبر جديد. فاليوم في كتير عنا اخبار كتير حلوة كمان مثل ما تعودنا. فاذا انتم مو مشتركين بالقناة وحابين تعرفوا كل اخبار اليوتيوبرز، ما عليكم الا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات مشان يوصلكم اشعار لما تنزل اي حلقة من حلقاتنا. فخلونا نبلش هلأ بالاخبار، شوفكم بعدين. بعد النجاح اللي حققه شيرو بقناته على اليوتيوب بفترة كتير قصيرة، ها هو اليوم يتخطى حاجز 700,000 مشترك من بعد الفيديوهات اللي تخطت ملايين المشاهدات في مدة 3 أشهر فقط من فتح القناة. فألف مبروك لشيرو، عقبال المليون إن شاء الله ونشوف نجاحات أكتر وأكبر. من بعد سنين عمل بمبنى الام بي سي والعربية، ها هي اليوم ترجع لنفس المكان، بس مو كمقدمة برامج بل كضيفة ومغنية وصانعة محتوى. فكانت اليوم مقابلة عزة زعرور مع قناة العربية، حيث حكوا عن اغنيتها الجديدة وكمان تجربتها مع صناعة المحتوى، وغنت كمان اغنيته. فبعد المقابلة حبت تشكر متابعينها بهالستوري. يا هلا والله، شو الاخبار؟ كيف حالكم؟ بتعرفوا اشي صار لي كم من يوم حسي حالي اني مش قادره احكي معاكم مضبوط، يعني كيف اوصف لكم الشعور؟ زي خجلانه منكم والله، من كتر كميه المسجات والحب والدعم اللي فرجيتوني اياه، مش قادره اوصف لكم قديش انا ممتنه عن جد. وبحبكم كثير وبتمنى يكون يومكم حلو. أما نور ستارز فوصلت لهاواي وعم بتشارك بعض من اللحظات اللي عم بتعيشها هناك من خلال ستوريهات الانستغرام وكمان الصور. والأشياء اللي ما شفناها بالستوريهات والصور رح نشوفها أكيد بالفلوجات الجاي. أما أميرة ريا فشاركت متابعينها فرحها وسرورها لتخوض تجربة الإعلام وتقديم البرامج على قناة جزائرية بهالبوست على الإنستغرام. فإجتها بعض من الانتقادات على موضوع أنها مو دارسة إعلام وصحافة لحتى تقدم برامج، فأجابت أميرة هيك: حبيت برك نقول لكم تاني بلي هلا برنامج سوق النساء، انا مانيش صحفيه ومقريتش اعلام، لكن نشوف اللي البرنامج هدايا ما يسحقش انه يكون فيه صحفي ولا ممثل ولا اي شخص انه يقدر يكون في المكان اللي راني فيه انايا، لانه نطرحوا مواضيع اللي تقيس كامل المجتمع الجزائري، واي واحد يقدر يكون عنده راي فيها ويناقشها. كل التوفيق والنجاح لك اميره، عقبال نجاحات اكثر واكبر. أقل من 24 ساعة تفصلنا عن موعد الكيدز تشويس أوردز أبو ظبي اللي رح يحضر فيه عدد كبير من اليوتيوبرز ويقدموا شغلات وعروض كتير حلوة. طلع على أبو ظبي عشان الكيدز تشويس أوردز. أوكي ثواني شوي، أنا في أكثر من شغلة لازم أحكيها. أولاً قبل كل شيء طبعاً بدي أشكركم كلكم لأنكم صورتوا تصويت خلاص قبل فترة، يعني هو لما بطلت أنزل اللي كنت صورتكم كل يوم حرفياً، بس إنه أشكر إن كل حدا صوت. وراح أروح على أبو ظبي عشان بكرة راح يكون. Hey guys, it's Boy Dialer. I feel very very good because tomorrow I'm gonna be performing in Abu Dhabi Kids Choice Award for the first time. So if you didn't get the tickets, swipe up and go buy the tickets now. And guys, this Saturday I'm gonna be in World of Nickelodeon. I'm gonna have a meet and greet and a show, 1 at 4 and 1 at 6, so you should be there. وهون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات والضغط على زر اللايك إذا عجبكم هذا الفيديو. بشوفكم بفيديو تاني وأخبار تانية وحلقة تانية. باي باي. 1 2 3 3 2 1. إذا ما اشتركت بال اشتركت.